السلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. سبق وإن احنا ربما تكلمنا عن الأوبريتورز في حلقة مستقلة ضمينا فيها نسبة كبيرة من الأوبريتورز، لكن الشاهد في حلقات اليوم رح نحاول نأصل يعني القضية بنوع من أنواع التفصيل شوية. الأوبريتورز في الجافا سكريبت أنواع مختلفة، يعني مش يعني إلا على دول كتير. عندي مثلا arithmetic assignment operators معاملات اسناد قيم، وعندي comparison operators معاملات مقارنه، arithmetic operators bitwise operators logical string والternary والunary operators. عندي operators مختلفه في جافا سكريبت. راح نحكي ان شاء الله باذن الله عن assignment operator في حلقه اليوم. ومن الاساينمنت اوبريتورز انا هحكي عن ايه، عن الاوبريتور الاولاني بس اللي هو الاوبريتور يساوي او معامل اسناد القيم يساوي. انا عايزك بس تركز معايا شويه في المفهوم، ربما نكون يعني بسيط وسهل بس احنا هنحاول نراجعه كده مع بعض. في الاول كده الاوبريتورز بتوع الاساينمنت قبل ما ندخل في معامل اسناد القيم يساوي، هو بيقول لك اساينز a value to its left operand based on the value of its right operand. يعني مثلا لما تقول x بتساوي y، ده معناه ان انت عايز تسند قيمة y للفاريبل x. يعني ايه الكلام ده؟ حاضر، خلينا نقول انا هعمل var لx واديله القيمة 5، وهعمل var لy واسيبه فاضي. ولو انا كتبت document dot write لقيمة ال x وعملت control s، انت عارف ان اللي هيظهر 5. حلو، طيب لو انا عملت ال y expected اللي في بالك undefined، منطقي لان انا اساسا مش حاطط قيمة undefined، هو ده فاضي. انا عملت له declaration بس ما عملتلوش assignment، هو مفيش operator assignment ولا يساوي ولا اكبر ولا اصغر ولا لا مفيش الكلام ده يتخلص، ولا زائد يساوي ناقص، لا مفيش، لا فاضي، لا الواي ده عبارة عن فاضي. حلو الكلام؟ طيب اوكي، لو انا دلوقتي عايز ادي ببساطة، ها افهمني كده، عايز ادي قيمة واي للمتغير اكس ولا العكس؟ لا العكس، انا عايز ادي المتغير اكس اللي قيمته 5 للمتغير واي. ساعتها بقى مين اللي هيكون على اليمين ومين اللي هيكون على الشمال؟ خد بالك ان اللي بيكون على اليمين هو اللي بيقون القيمة، صح كده؟ يعني انا لو قلت يا جماعة y بتساوي x كده وعملت document right y ورحت عامل control s، اللي هيحصل هلاقي ان الواي قيمتها 5. ده معناه ايه؟ ده معناه بص يا سيدي، قيمة الواي اهو بتساوي أو ده رقم اللي على الشمال واللي على اليمين. اللي على الشمال بياخد القيمة بتاعت اللي على اليمين، فبالتالي أنا بقول الواي بتساوي قيمة المتغير إكس، فعوض لي عن قيمة المتغير إكس وحط لي 5، وكده قيمة واي بتساوي القيمة 5. غير لو أنا قلت له مثلا يا جماعة إكس بتساوي واي وقلت له والله دوكيومنت دوت رايت إكس، تخيل بقى كنترول إس مش هيطلع لي حاجة. او خلينا نعمل انا اسف عشان اكس واي، المفروض اكسبكتد ان هو يقول لك undefined. منطقي منطقي، لان انت بتقول له ايه؟ انت بتطلب منه كده، انت بتقول له يا اكس انا عايزك تاخد قيمه واي. حلو كده؟ اللي على اليمين هو اللي بيكون فيه القيمه اللي هياخدها اللي على الشمال، فان قيمه واي دلوقتي undefined، فاكس بيجي undefined علشان انت عملت انت بتعمله دلوقتي ديكلاريشن مره ثانيه، وانت عارف ان الجافا سكريبت بتمشي ايه من فوق لتحت، وعلى اخر لاين هو اللي بياخد اخر قيمه. انت معرف اكس بخمسه، بعدين رحت معرفه مره ثانيه بقيمه واي، وقيمه واي عباره عن undefined، فاخد القيمه undefined. ذات الجنب نبين الموضوع اكتر، لو قلت لك والله واي كمان بسته، ورحت حاطط لك في النص كمان او فار مثلا زد، وقلت لك ده بيساوي 10. حلو الكلام؟ طيب وقلت له والله انت اكس بتساوي واي، ده معناه ايه؟ ان انت عايز تشيل اكس قيمه المتغير واي. قيمه واي بكام؟ بسته، فاكس دلوقتي بيجيب كام؟ بسته، وانت بتقول له اكتب لي قيمه اكس فاكتب لك اكس بسته. ده الكلام اللي احنا فهمناه. طب انا لو قلت له اكس بتساوي واي بتساوي زد، وافهمني بالله عليك تاني، انت اكس اللي بيجي في بالك اكس بتساوي واي بتساوي زد، خمن كده النتيجه؟ صح كده؟ يبقى انت فهمتني لو انت نتيجتك مطابقه للرقم 10. مره ثانيه بنقول
يا جماعه اللي بيتحط على اليمين هو اللي بيقول هو اللي بي هو القيمه بتاعته اللي بتتساوي لكل اللي هيتحط على الشمال. اخر حاجه على اليمين بتساوي ايه؟ بتساوي قيمه المتغير زد. فبالتالي انت بتقول يا اكس واي، انتوا الاثنين ساووا لي قيمه الزد، والزد دلوقتي ب10. فبالتالي لو انت كتبت له اكس هتلاقيها 10، لو كتبت له واي كنت برضه راح تلاقيها 10. ده بخصوص الاساينمنت وضيته بشكل سريع. الله اكبر العظيم، يا رب اكون وفقت في توضيح المفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.